ما هو معرفة ربنا درجات. قال تعالى ولا يحيطون به علما، من عظمته سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما، ده إذا كان صفة من صفاته مثلا كعلمه هو العليم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يبقى فإذا معرفته تحتاج إلى سلوك، تحتاج إلى طريق حتى تتحقق منه، وهي دي درجات للعلم. في درجة الأولى اللي هو العلم الإيه؟ النظري، وفي درجة أعلى يبقى عين يقين، مش مجرد علم يقين، ودرجة أعلى حق يقين، زي ما قال الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه. أدي بقى المعرفة الحقيقية، ليس من سمع كمن رأى. يعني أنا ما أشوفك غير لما أسمع عنك، يبقى السماع شيء، ده علم نظري، لكن أنا أشوفك ده عين يقين. لما أتعامل معاك، لما أعشرك، لما أخبرك جيدا، ده بقى حق يقين. وحضرتك كمان بتؤكد لنا نقطة مهمة جدا، وهي إننا في معرفتنا بالله عز وجل درجات أو مراتب. أو مراتب، نعم، زي ما قال مولانا سيدنا الشيخ محمد زكي إبراهيم رحمه الله ورضي عنه، أدركت به علم يقيني، دي درجة، أدركت به علم يقيني، وشهدت به عين يقيني، وغدوت به حق يقيني، فهو يقيني وهو يقيني الله، فقل جل الله. فهي دي المعرفة، إنك تعرف ربنا. عشان أعرفه في درجات للمعرفة. أنا وأنا بقرأ في الكتب وبحضر محاضرات أو بسمع المشايخ بيتكلمهم، ده علم نظري، هيقولوا لي ربنا ويعرفوني به ويعرفوني بفضله وإنعامه وإلى آخره، دي درجة. لكن لما أعمل، عشان كده الطريق إيه؟ أو الدين إيه؟ علم وعمل. هنا بقى العمل، أيوة، السلوك هو إيه؟ الطريق إلى الله. المنهج التطبيق العملي هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، هو الدين كله علم وعمل.